أهلا بكم. لم يكن اغتيال سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله حدثا عاديا، ولم يحاول أي أحد في المحور أن ينكر ما مثله، ذلك من خسارة كبيرة لجبهة المقاومة. لكن سعي العدو وشركائه الإقليميين والدوليين لتسليط الضوء على هذه الخسارة فحسب كان اقتطاعا للحدث من سياقه الكامل، ومحاولة لاستحضار أمور لا تنتمي لذلك السياق أصلا، وهو ما أثبتته بوضوح مجريات جبهة الإسناد اللبنانية بعد عملية الاغتيال وصولا إلى مواجهة التوغل البري الصهيوني. السياق الذي جاءت فيه شهادة سماحة السيد حسن نصر الله كان سياق التضحية في ظل معركة مفتوحة كل نقاطها استراتيجية محسوبة لصالح المقاومة في واقع الميدان الآن وفي المستقبل. فما أنجزته جبهة المقاومة منذ بداية معركة طوفان الأقصى، وما أنجزه سماحة السيد الشهيد على مدى عقود، كان واقعا حقيقيا متكاملا عنوانه زمن الانتصارات. وهذا الواقع برهن في الكثير من المحطات والمراحل أن معادلاته ثابتة ولا تهتز بخسارة القادة الكبار، حتى وإن كانوا بحجم الشهيد السيد الذي لا يمكن تعويضه. فالمسيرة التي رباها وواكبها سماحة الأمين العام وأشرف على قيادتها هي مسيرة مستمرة، وحزب الله مستمر بأهدافه وميدان جهاده. أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. نفتتح حلقتنا وإياكم لهذا اليوم بتقرير الزميل شيبان سامي عن الملحمة البطولية التي يخوضها مجاهدو المقاومة الإسلامية ضد القوات الإسرائيلية على أكثر من محور. رغم نجاح عملية الوعد الصادقة في قلب الموازين داخل الكيان الصهيوني وتعزيز نتائج انتصار المقاومة في تعزيز دائرة الهجمات الردعية في المقابل، فإن الأقلام المشككة لم تتوقف حتى اللحظة للتكتم والتعتيم عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها إسرائيل في الرد الإيراني الأخير. أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي، هذا قانون. بالتالي اليوم الضربات كانت ممتازة بالنسبة لي محور الموجود، محور المقاومة الموجود في العراق وحتى في لبنان وغزة. بالتالي احنا شفنا اليوم تل أبيب وما فعلته في فلسطين وما فعلته في لبنان وما تنوي فعله في المنطقة. طبعا من عادتهم الإسرائيليين، من عادتهم كعادتهم بالحروب، ويا العرب يكتمون على خسائرهم، ما يقولون عندنا خسائر، إذا يروح من عندهم 100 يقولون واحد أو اثنين، فهاي عادتهم، وهاي من زمان نعرفهم احنا، من كنا صغار على باطنا نعرف انه الاسرائيليين من يقاتلون العرب ما عندهم خسائر، خسائرهم قليله يقولون، بينما هسه المقاومه بلبنان والمقاومه بفلسطين هتكتم بالخسائر، خسائر فادحه. بعد استهداف تل أبيب بالمسيرات والصواريخ وإضعاف القدرات القتالية الصهيونية، هل باتت الحرب الإقليمية وشيكا؟ مختصون بددوا تلك التصريحات مؤكدين إسرائيل غير مستعدة ولا مجهزة لخوض معارك طويلة الأمد بعد استهداف الإمدادات اللوجستية والذخائر والمطارات. خلال القراءة للمشهد بأنه ضربات على تل أبيب وهي قلب إسرائيل،
فبما معنى ان هنالك انكسار، انكسار معنوي حتى في داخل المجتمع الصهيوني، وهو مجتمع لقيط من كل انحاء العالم، ولكن هنالك نوع من التذمر ونوع من الدمار، وكذلك العمليات الفدائيه الاخيره التي حصلت في يافا، فهذا معناه ان الجبهه الداخليه متهرعه، وان هذه الاسلحه وهذا التطور والتكنولوجيا، نحن نؤمن بأن إسرائيل والغرب يؤمن لديه هذه التكنولوجيا، ولكن هذه التكنولوجيا لا تهزم الجيوش العقائدية. التفوق التقني الصهيوني لم يصمد في المعركة أمام نيران المقاومة الإسلامية، خصوصا مع تعدد الجبهات القتالية التي وضعت جيش الاحتلال تحت مرمى النيران. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. أنا أرحب بضيوفي في الأستوديو، الباحث في الشأن السياسي الأستاذ حسين شلوشي، مرحبا بحضرتك. أهلا بجنابك. والخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي، مرحبا بحضرتك. أهلا بجنابك. بداية أستاذ حسين، أسألك، خلال حفل تأبين سيد المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله يوم غد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية سيؤم صلاة الجمعة غدا في العاصمة الإيرانية منذ تركها لمدة 15 عام بإمامته، ماذا يمثل أو ما هي الرسالة التي تريد الجمهورية إيصالها إلى العدو الصهيوني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك العزيز وإلى الجمهور الأكارم. سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه قيمة عليا بالنسبة للجمهورية الإسلامية وبالنسبة للمحور ولعموم المقاومين في العالم. هو شخصية ليست محلية أو أقليمية أو أنها منحسرة في هذا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإن كانت نشأت في هذه البيئة ولكن تربت على هذه المفاهيم والمبادئية العالمية، لا سيما في جانبها العقائدي أو العقدي الإسلامي، الركوز في هذا الجانب دون الدخول في تفاصيل أخرى في تقاطعات المسلمين ومذهبياتهم وطائفياتهم. المبادئ العامة بالنسبة للسيد حسن واضحة، والصورة واضحة، وأيضا المسيرة واضحة من بدايته إلى نهايته رضوان الله تعالى عليه. لم يتغير يمينا أو شمالا، بالرغم من توالي أنواع وأشكال الأنظمة في المنطقة وفي الكيان الإسرائيلي وفي الولايات المتحدة وفي عموم الغرب وحتى في مناطق الشرق والشرق وانزياح القوى العظمى في هذه المنطقة. هذه القيمة الذي يقدر وهذه القيمة وهذه الشخصية ويعرف هذه القيمة وهذه الشخصية جمهورية الإسلامية، وواحد من أكبر وأدق إن صح التعبير وأدق الشخصيات التي تمثل أو يتمثل فيها مفهوم الولاية، وأيضا يتمثل فيها مفهوم المقاومة، وأيضا العنصر المصدر فضلا عن القدرة والقوة وهذه العناصر، بعيدا عن هذه العناصر، ولكن أنا أتحدث عن هذه منطقة الوعي عند السيد لمجمل الصراع وموقعيته في هذا الصراع وموقعيته في داخل الجمهورية وداخل الولاية. سيد الخامنئي اللي ربما هو الآن يعني الحزين الأكبر في هذا العالم على فقدان السيد، بالرغم من أن استشهاد السيد هو استحقاق شخصي بالنسبة إلى السيد وأمنية شخصية، وهذا من حقه، وحقيقة السيد لا يليق به موت غير هذا الشكل وغير هذه الشهادة الكبرى في هذه المسيرة وفي هذه المبادئ وهو يحمل البندقية تحت وطأة هذه الظروف التي جميعنا يدرك تقدير القوة الغربية التي تقف خلف الكيان الإسرائيلي، الجميع يدرك هذه القوة والجميع أيضا يقيم القوة المقاومة الأخرى، ولكن هذا هو هذه المقاومة. لذلك كان السيد الشهيد دائما يؤكد على أنه المقاومة لا تقف على شخص معين ويجب الاستمرار بأن ولا تقف على القوة أيضا، ولا تقف في المفهوم المقاومة لا تعني القوة واستخدام القوة فقط مطلقا أبدا، لو كانت هكذا لم تكن مقاومة، ولكن هي إرادة فيها شيء، فيها موقف وفيها قرار، خلاص أن تثبت في هذا الموقف وتتخذ هذا القرار دائما، وهذا كان موجود يمثل سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه في كل تفاصيله، وصار مدرسة لهذه المقاومة حتى للمقاومة في العالم.
ايضا صار منتج الى المقاومه موحي للانتاج ايضا. فهذه التقديرات بالنسبه الى الجمهوريه الاسلاميه باعتبارها راس حربه المقاومه او محور المقاومه في هذه المنطقه. هذا التقييم لربما التقييم الدقيق والادق هو عند سماحه السيد الخامنئي الى شخصيه السيد. ما انطتني مفاد الرساله ارجع لك لها بعد ان انتقل للاستاذ سرمد. رحب بحضرتك مره ثانيه. في ظل التهديد الصهيوني والوضع المتوتر بالشرق الاوسط يعني سماحه السيد علي الخامنئي يصر على ان يؤم صلاه الجمعه يوم غد، ما هي الرسالة التي تريد إيصالها الجمهورية الإسلامية إلى الكيان الصهيوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم وللضيف العزيز، والرحمة والمغفرة للشهداء الإسلام السيد الشهيد حسن نصر الله. فقط أنا أذكر حادثة واحدة، مصر أنه يوم أمس حدثت واليوم يعني أنا مصر على بكل قناة لازم أبدي بيها يعني تفضل. من أجل نقلها لل في اليوم امس كنت في احدى القنوات مع احد الاخوه لايف، هو موجود بالجنوب اللبناني، فسالته تعرف احنا ضباط قبل اهم شيء عندنا المعنويات لانه نعرف انكسارات المقاتلين عندما تجيهم صدمه او تجيهم هذه محتمل تاثر بها. قلت له بس احكي لي معنويات المقاتلين مقاتلي حزب الله الان اللي على خط التماس مع، لأنني أكثر واحد مؤيد للحرب البرية، قلت ما نخلص من القصف إذا ما يا أما إحنا نبدأ بهجمات خاطفة يا أما هم يبدون، ما عندنا مشكلة المهم يصير اشتباك يعني في الموضوع. فقال لي والله يا أستاذ سرمد قبل من كان السيد حسن نصر الله كان يعطيهم توجيهات يقول إذا انضغطتوا إذا هجم العدو وانضغطتوا ما بهم مشكلة، هاي تعبئة عسكرية ممكن أن تسحبون للبلدات هذه من أجل سلامتكم تنسحبون وتعيدون تنظيمكم. يقول الآن هسه ورا استشهادة بيناتهم اتفقوا على أن يكون القتال كربلائي، كربلائي يعني لحد الاستشهاد ما نفكر ماكو شيء اسمه ترادف حتى بعد يعني حتى توجيهات السيد ما عندنا احنا بالنسبة لنا بعد استشهاد السيد يعني. وهذا أما ليش يعطون خسائر العدو؟ أنت إذا أمامك عدو صلب ومدى يقبل مدى يقبل يعني مثلا هسه أنت مقاتل ما يقبل ينسحب هذا مشكلة، هذا مشكلة يعني حقيقة من خلال طبعًا. يعني بالحروب نشوفها إذا قدامك عدو عقائدي صعب يعني صعب تتعامل وياه، لأن هذا يوصل مرحلة يخلص عتاده يشيت عليك بالحرب الشكو بإيده يشيت عليك يعني خلاص هو قافل على الشهادة. فهي ريت أنقلها يعني أنه معنوياتهم مرتفعة جدا لا بل تضاعفت في هذا الموضوع. أني عندي يعني ما اعرف يعني طبعا هو فد رساله كبيره جدا يعني ما انه السيد يصلي ام الجمعه، لكن تسالتني من ناحيه امنيه لو من ناحيه لا معنويه. لا من ناحيه امنيه اسالك. من ناحيه امنيه ضربت الضربه اللي وجهتها ايران الى الكيان الصهيوني اعتقد رويترز وبقيه القنوات نقلوا بانه تم نقل السيد الخامنئي الى مكان امن. اعتقد وصلكم الخبر يعني تم نقله. فأنا مستغرب يعني أنه كيف بكرة يعني إن شاء الله السلامة للجميع والسلامة للسيد، لكن كيف راح يظهر بهالشكل ما أعرف بمكان معلوم لأنه ترى إسرائيل ما عندها بعد خطوط حمر بعد ضربة السيد وقبلها مدى تلتزم بخطوط حمر ولا تلتزم لا شوف هسه بايدن قبل ما اجيك ترى صرح تصريح بايدن قال اطمئنوا لان اكو ترجيحات بانه اسرائيل ترد يا اما اليوم يا اما بكره، ترجيحات قويه جدا. هسه مصرح قبل ما اصعد بالسياره واجيكم مصرح يقول اليوم الخميس لا يحدث شيء يعني ما نفرد نهائيا الخميس لا يحدث شيء على اعتبار قلت لهم يعني اذا بقيت الايام محتمل انه شوف اسلوب الحرب هي ماكو حرب نظيفه بالمناسبه كل الحروب هي يعني حقيره عذرا على الكلمه يعني وبيها قتل وبيها هذه لكن اسرائيل احقر الحروب واحقر عدو عندك زين يعني انت شوف الحوثيين موجودين بالجبال وامامك موجودين ودي قاتلون تمام لولا او انت تندل من انت تنطلق الطائرات المسيره يروح يضرب ميناء الحديده ومحطات الطاقه الكهربائيه وهم اليمنيين ايش عندهم خطيه؟ ايش عندهم؟ انت شايفهم مطارات يعني وضعهم بسيط. انت عندك مقاتلي جنوب لبنان ما يقصف جنوب لبنان يقصف الضاحيه، ليش الضاحيه؟ ضاحيه
أنا قلتها تشمر عليها رمانة ينكتلون اثنين عاد دا يشمر هل القنابل للعلم دا يستخدم القنابل الليزرية الليزرية أكد لي مو هذه ممكن استخدم ربما البريمة اللي يستخدمها باختيال سيد حسن نصر الله لكنه الآن دا يستخدم قنابل وليس صواريخ أريد تفرقون بين القنابل والصواريخ ليش؟ الصواريخ تحمل كم محدد وزن محدد من المتفجرات نعم. القنابر احنا من تسمع تقول قنابر المدفع قنابر الهاون القنابر تقدر تعبيها لحد 1 طن متفجرات فمن تنزل افقي ثم تاخذ هدفها من توصل يعني يستخدم اشد واقصى انواع الاسلحة يعني لذلك انا اقول لك احنا امام عدو عبر الخط الاحمر تماما عند القتل طيب استاذ سرمد من الجانب الامني شنو اللي ينهك العدو الاسرائيلي بشكل اكثر الاستنزاف ام الحرب المباشره هم راح ارجع التاريخ ترى مهم احنا لهناني في 85 ماكو معركه بالعراق ما قضيتها بالخط الاول الاخيره ختمتها مال الكويت والاخيره بحرب الكويت استاذ حسين يعني للطرافه احنا 25 مدري 24 يوم يدقون علينا الامريكان تريد لك مقاتل تقاتله قدامك ماكو بس قصف لذلك تتذكر صار الهروب يوميا يعطوني الموقف انا مساعد امر فوج يوميا السرية الاولى الهاربين 5 السرية الثانية 6 السرية الثالثة 10 اخير شيء بقينا احنا يمكن 7 ضباط وحتى الناقلات عفتهن يعني والدبابات عفتهن صراحة يعني خلينا نكون واضحين وما وصلت اخير شيء وصلني مالتهم الهاون 81 قصفوني ب 81 قلت لهم الجماعة يا الضباط يا الله يمكن تقربوا كان يصروا لي امر انسحاب يا بنسحب اخر شيء كنت بالمطلع اذا سامي يعني يم الجهره فهذه هذه اصعب لذلك قبل اسبوعين انا كنت اكو قسم اعترضوا قلت لهم اتمنى تبدا الحرب البريه استاذي احنا بالحرب البريه من نشتبك وانا اقول لك هذا الطيران بعد ما له علاقه بينا يقصف الخلفيات بس ما يقصف خطوط الاشتباك خطوط الاشتباك يشتغل المشات المدفع الدبابة غير شيء ماكو يعني ليش هسا أقول لك شنو السبب لأنه أنت من مشتبك اشتباك قريب مسافة 50 متر أو 100 متر الطيار مرات تسمع إيش قد نيران صديقة ونيران صديقة الطيار ما يقدر مهما يكون ما يقدر يميز جماعته وين موجودين بالضبط في هذا الاشتباك ومحتمل أنه القنبرة اللي يضربها علينا تدمر جماعته أمين لذلك الاشتباك القريب نكيف عليه نفرح انه ماكو قصف من فوق علينا امامك عدو خلاص انت وقاذفتك والقورنيت مالتك والرشاشه وهو هم شايل نفس الشيء زين بس استثناء دبابته مطوره تقدر تخدمنا فلذلك انا كنت اصر وللعلم يعني خل اقول لك مو بس انا يعني صاحب الفكره واحد كتب قال استاذ سند ما بقى قناه مصايح بيه يريد يجون بري للعلم قبل ما يستشهد ابراهيم عقل ترى كانت اكونيه لعملية اجتياح للجليل لحزب الله كانت لكن للأسف هم انقصفوا واستشهدوا يعني ولا كانت عملية مهيئة تماما جيد نعم أستاذ حسين شو نشوف ربما الوضع في الشرق الأوسط بعد استشهاد سيد الميدان سيد حسن نصر الله قد تغير كثيرا وحتى سياسة الجمهورية الإسلامية في الحرب ربما قد تغيرت شنو قراءتك للوضع الحالي وهل هناك رد صهيوني متوقع نعم بالنسبة للجمهورية الإسلامية عبرت عن موضوع دقيق جدا على لسان الرئيس بزشكيان في قطر وفي الإعلام نعم. وأيضا على لسان كل قادة الحرس الثوري ووزارة الدفاع أنه سياسة واستراتيجية ضبط النفس بالنسبة للكيان الإسرائيلي أصبحت تمثل طرفا واحد ولا تمثل منطقة الصراع لا سيما أن مطالب دولية من الولايات المتحدة الأمريكية من دول المنطقة من الأصدقاء من الآخرين الذين يذهبون باتجاه حلول سياسية ووقف أطلاق النار في هذه المنطقة الجمهورية الإسلامية عبرت عن هذا المفهوم أنه انتهينا من موضوع ضبط النفس احنا شهرين ننتظر ضبط النفس والآخر يتجاوز كل الخطوط وهذه خاصة الاستهدافات الكبرى بدءا من رحمة الله عليه إسماعيل الهنية وسماحة السيد حسن نصر الله هذا يعني أن الكيان الإسرائيلي غير عابر شوف أكو فرد
سياسة عامة أو استراتيجية بالنسبة إلى نتنياهو في هذه المعركة. فيها خطين اثنين، واحد استراتيجي عام. الاستراتيجي العام أن دول المنطقة جميعا حتى تكون هذه المنطقة مستقرة أن تكون خاضعة، هو يعبر عنها في تعبير دبلوماسي، أن تكون ترتبط بمصالح مع دول المنطقة، بمعنى جميعها أن تكون مطبعة مع الكيان الإسرائيلي. هذا عامل وهذه استراتيجية يعمل عليها نتنياهو ولا يقبل بسواها، ولا يقبل أما أن أزيلك أنت من هذه المنطقة كإدارة وبلد ودولة، لك خياراتك أو تكون صديق إلى الكيان الإسرائيلي. هذا في المستوى الاستراتيجي العام، السوق العام بالسياسة العامة للكيان الصهيوني. الآخر بالنسبة إلى نتنياهو بذاته، هو يعمل على استراتيجية الهروب إلى الأمام. لذلك نتنياهو من العام الماضي في هذه الأيام بعد 7 أكتوبر إلى اليوم، لاحظ طرح إلى أهداف الكيان الإسرائيلي من هجمته العسكرية في غزة وهجمته العسكرية الآن في الجنوب. لاحظ تابع المفردات وتابع الخطط العسكرية وطيني هدف عسكري بالنسبة إلى نتنياهو. هدف تجاوز الخطوط الحمراء وهذا الاستفزاز ربما هي لتحقيق رغبة نتنياهو ببدء حرب مباشرة. اليوم البعض يتساءل لماذا نتنياهو ربما قد يكون وحده الراغب لشن حرب مباشرة. لا لا طبعا طبعا، شوف أنا يعني أتفق في جزئية مع ما طرح الأخ العزيز أستاذ سرم في جزئية الاشتباك مع الكيان الإسرائيلي. هذا الاشتباك ينهي وسطية الدول الأخرى التي تتدخل بعنوان حلول سياسية. أنا أقدم حلول سياسية، أنت تقتل المدنيين، أنت شنو موقفك مع قاتل المدنيين، مع آخر، مع عنوان الدولة اللبنانية، مع عنوان الدولة الفلسطينية، مع عنوان الدول الأخرى، العراق بضمنها مثلا، اليمن بضمنها، سوريا التي تقصف يوميا مثلا، هذه التجاوزات الدولية، وين أنت من هذه الدولة؟ فنحسم هذا الملف بالرغم من أنه محور المقاومة بدءا من أكبر قائد إلى أصغر جندي يدرك أن هذا الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، غير عابها تماما بكل هذه المفاهيم، وبالذات الكيان الصهيوني ونتنياهو أيضا لا يقف حتى أمام الولايات المتحدة ولا يقف أمام بايدن إطلاقا ولا على هذه المفاهيم التي يسوقها بايدن. هو هذه منطقة الهروب إلى الأمام. الآن أهداف المنتجة، أهداف نتنياهو المنتجة اليوم يسألك هل بإمكانية إسرائيل دخول الحرب دون أمريكا؟ دون أمريكا طبعا لا، طبعا لا، ولكن هو هذا نتنياهو الآن، هذا الغرور وهذه النشوة بعد اغتيال القيادات المقاومة دفعته إلى هذه المقامرة والمغامرة، المقامرة والمغامرة، أنه في كل صفقة أنا أتقدم خطوة ولا رد ولا كلام ولا كذا وإلى آخره. والولايات المتحدة أيضا تعيد لم تحرك ساكن في أي اتجاه، لا على أطفال غزة ولا على أطفال وعوائل الضاحية الجنوبية في بيروت. هذه كلها بالنسبة للمفاهيم. الآن هو يريد أن ينتج فوضى في داخل صفوف مجتمعات المقاومة فقط. فقط هذا الذي يحققه، أنه الناس تتهجر من أماكنها، الناس تنضرب تنقصف هنا وتنقصف هنا واستهدافات، وهذا الخلل الإنتاج خلل معنوي فوضوي في داخله. وإلا أنت تأتي إلى، يعني معذرة من الأخ سرمد بالنسبة للجانب العسكري، تأتي إلى المنطقة التي تحرك أو خط التماس التي تحرك فيه نتنياهو الآن على الحدود. ما هو نفس هذه الحدود تحرك من 82 وبقى 18 سنة في هذا المكان، 18 سنة في هذا المكان، وأخرج منها، وهذه المقاومة التي يقاتلها الآن كانت تحت الصفر، صفر صفر قدرة وصفر إمكان، ونشأت في وجود هذا الاحتلال في هذه الأرض 18 سنة وأزاحت هذا الاحتلال. أكثر من ذلك في 2006 أنت دخلت على نفس هذه المناطق التي الآن العديسة ومارون الراس واليارون العديسة وغيرها تجي إلى مقتربات وباتجاه صيدة، هذا الأفق اللي طوله 100 كيلو متر بالحدود بين الطرفين أو 105 كيلو متر بوابة فاطمة. الآن المتلقي مثلا العراقي لربما أنه حدود كما هي الحدود بين الدول الأخرى، أنه تبعد 20-30 كيلو وكذا، يعني بين دولة أبدا، هذه الحدود ما بيها أمتار تروح الآن إلى الحدود الأراضي المحتلة الفلسطينية وإلى لبنان 10 أمتار،
أنت عن الجندي الإسرائيلي 10 مترات، هذا واقف هنا، أنت واقف هنا، من هذا الباب. فمنين هذا الاشتباك؟ هذا المكان أول 10 مترات أنت تشتغل به حد الأقل، حد الأقل من 2006 إلى الآن 18 سنة. 18 سنة أنت تشغل، تقول راح يوم من الأيام مثل ما أجب 2006، مثل ما أجب عام 82، راح يدخل منا ويطب منا ويطب هذن 100 كيلو، هذن 100 مدخل إلى بيهن. أنا لازم في كل هذن الكيلومترات وهذه الأمتار أنا عندي معرقل ومعيق إلى تقدم. الآن يتقدم الجيش. إذن الاجتياح بمثابة الانتحار. الاجتياح هذا وقت بالنسبة إلى نتنياهو، هو يعلم، هو راح يأخذ وقته الكافي، هو يريد أن يصل إلى مرحلة الانتخابات الأمريكية، وما بعد الانتخابات يعتقد أنه أسهل سياسيا بالنسبة إلى نتنياهو، أنه إذا بقى هكذا، وإلا اليوم هو عندما يتقدم، يعني معذرة تقدم الآن في 6 فرق تمثل 60% من الجيش الإسرائيلي. وطيب في غزة اللي صار سنة وما ترك قنبلة ما ضربها، اليوم فجر اليوم هو يتعرض إلى أكبر كمين تعرض إلى في غزة، في غلاف غزة، في خان يونس 17 قتيل قتيل و5 آليات. جيد، يعني ماذا ما تتحدث عن 100 كيلو إذا تسمح لي أستاذ سرمد، الخطوة القادمة مهمة وحساسة جدا، هل تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الكيان الصهيوني بالرد الإيراني، وما توقعاتك لهذا الموضوع؟ احنا عندنا مشكلة استاذ محمد، يعني احنا لازم نتركها، ترى الكيان كل الدول العظمى وياه هذا الموضوع، خلينا نكون واضحين، يعني كل الغرب يعني وبقسم يتبرعون، يعني بريطانيا قالت والله احنا مطيرنا طيارات نساعدهم نتصدى الصواريخ الإيرانية، وانتم انسخم وجوكم من يومكم زين. أمريكا تبرعت تقول فرقة طمالتنا أطلقت عدة صواريخ اعتراضية. أنت إذا دولك العربية الإسلامية تصدى للصواريخ الإيرانية تعتب على بريطانيا؟ ما يعني تصدى العربية ما تقدر. لا ليش أقول الأردن؟ ما حد يقدر. لا مو الأردن، يعني حقيقة أكو لبس في الموضوع الأردن، يا الأردن من لها قدرة أيضا على هذا الموضوع، ولكن هاي القاعدة الزرق الأمريكية وقاعدة عين الأسد. خابروني أصلا، سألوني قالوا لي، اقول لك احنا دخنا اكو ناس ترى ظلت تتابع يعني بخارج بيوتها، قال لي اكو ترى صواريخ طلعت من قاعكم عبالك اعتراضيه، قلت له والله احنا ما عندنا بعين الاسد، ما عندنا باتريوت، انا ادري بها بس يرام. قال لي لا، لي جاي. فيبدو انه عندهم يعني بداخل الارض مباشره، عندهم قريبه قاعده الزرقاء 200 كيلو عن عين الاسد. فالتوقع يبقى هذا الدعم مستمر، هذا ترى من الحروب، يعني واعي على 73، واعي عليها وشون صارت وشون مد الجسر الجوي ودخلت دفر سوار، كل هذه دار خبب يعني، فلذلك يستمر هذا الدعم. ولا هي ايش عندها موارد اسرائيل؟ تعال استاذ محمد، ترى ما عندهم موارد، هم على الزراعه وعلى التفاح وعلى يعني ما عندهم نفط او شيء، هي المنطقه فقيره زين، لكن عندهم صناعات، نعم عندهم صناعات زين، دي يصنعون، لكن مين دعم؟ كله من يهود الخارج، كله من يهود الخارج. يعني مرة يسألوني يعني موضوع هذا بعيد، يقولوا البكة كم يلهم، أقولهم البكة كالأكراد بألمانيا، ولهذا كلها تدزلهم وتدزلهم دز مو قوي، ليش تركيا ما تقدر نصال لها 40 سنة أكثر زين، هذا السبب. هذا ولا هم نفس الشيء اليهود المنتشرين بالعالم، لا بل هم مراكز قرار، عرفت شلون؟ في امريكا رغم هذا الدعم من الدول العظمى، انا ما اخوف احد ولا هم يحزنون، احنا نعرف، لا مو نخوف، احنا قاري، انا اقول رغم هذا الدعم والتطور التكنولوجي والمنظومات الصاروخيه والدفاعيه، لكن شفنا بالهجمه الاخيره للجمهوريه الاسلاميه ما استطاعت ان تتصدى ل 5% من الصواريخ الايرانيه. انت عفوا هاي استاذ محمد، اني وقت ضيق، خلي اوصل فكره سريعه زين، ما يقدرون يصدون، اني اجاوبك جواب مهني، اسالني ما راح يقدرون تتصدى القبة الحديدية ما تلحق على صواريخ البالستية، صواريخ البالستية تصعد بالسماء 450 كيلو أستاذ محمد، تخرق الغلاف الجوي وتنزل تهبد بالقاع، عرفت ولا؟ بيها على مود أقول لك مو مثل كروس ميسايل، بيها مينيمم الخطأ مالتها 200 متر، وإذا بيها منظومة شاديلها الإيرانيين فراح نسبة الخطأ تقل من 200 إلى 500 متر نسبة الخطأ، بس هو التدمير مالته شقد؟ يعني إذا وقع على الشارع العام هاي البناية تدمر، خلي ببالك. طبعا
لأن العصف مالته والقوة هذا ينزل مو بس ينزل مع قوة الجاذبية الأرضية. يعني أنت أكو قسم يقولون ها ما بيها متفجرات ماشي ما بيها إذن شلون تقنعني 250 صاروخ باليستي يضرب على تل أبيب وماكو خسائر؟ لا لا تأسى خلي أقول لك. أولا هم الإيرانيين أشرف من دولة. أولا ضربوا ثلاث قواعد وضربوا قاعدة موساد، ولو ضاربين تل أبيب لشان نشوف الخسائر بالمئات عندهم خلي ببالك، لكنه التصرف كان عقلاني ورسالة. قال إيش قال لك طلع الناطق الإيراني إيش قال؟ قال نحن تصرفنا ضمن القانون الدولي، إحنا ما ضربنا مدنيين، إحنا ضربونا بالهذي، لكن إحنا الرد مالتنا كان على أهداف عسكرية من أجل تركيا. ليش دا تطب لك هسه هم أرجعت تركيا على المادة 50 مال الأمم المتحدة حماية حدودك؟ إحنا حمينا نفسنا واستهدفنا الأماكن العسكرية، واليوم طلعت صور الأقمار الصناعية زين الضربات بالجملونات مال الطائرات، هذه مو من عندي ولا من إيران الصور ولا هذه، هذه من الجوجل إيرث ومن الشغلات زي. وللعلم أكو واحدة من القواعد العسكرية راح أفاجئك، مضلليها هم داخلين، تدري هم التكنولوجيا كلها لهم ترى، مضللين المكان فوق القاعدة بمجموعة غيوم، بمجموعة غيوم. يعني من تدخل هسه بالجوجل إيرث مثلا تروح على نفتاريم مدري وهذه نساريم وغيرها، أكو واحدة منهن مضليها بالغيوم، عرفت ولا؟ اي مو عايد اقول لك هذا وضعهم. تذكر من راح نتنياهو مو هاي السفره مالته هسه مال قبل شهرين راح وصفقوا له بالكونغرس؟ نعم عرفت ولا؟ اني واحد خابرني منه قال انت ابو سامر وين ده تسولف؟ وين هذول ترى صفقوا له بالكونغرس وواقفين وهاي، وانا اتابع الموضوع هذا. هذه كانت قبل اغتيال الشهيد القائد اسماعيل هنيه رحم الله والديك. قلت له بالضبط شنو ايش لمستوا منه انتم بامريكا هذا؟ قال هذا راح يضرب جنوب لبنان وراح يدخل لبنان، اقسم بالله الكريم. قال لي قلت له شلون استشف فيت هيك؟ قال لي انا شلمح لهم، قال لهم اني مضطر اضرب المدنيين لانه قاتلي حماس دي يختلون ورا المدنيين، وهذا اللي دي يحصل في لبنان. فقال لمح على موضوع لبنان انه اني ترى استخدم، وهسه دي يستخدم بالضاحيه الجنوبيه نفس الشيء زين. فعدوك خطر، لكن احنا الان اني اقول لك هو هسه ديجسنا بض الجنوب اللبناني ومفضح، صار عليه ضغط لانه اكو فيديوهات سربت وهاي مو كاذبه. نعم على قول السيد طبوا عمودي طلعوا افقي زين، وشفناها كلتنا الفيديوهات والوكالات تناقلتها، يعني مو فيديوهات كاذبه او شيء زين. فلذلك هسه هو بس انا اقول لك راح ينجن، راح يدفعهم للمحرقه يستمر. هو أنا أسألك وفق هذه المعطيات والتغيرات السريعة بالمنطقة، شنو قراءتك للوضع الأمني في قادم الأيام؟ إذا سيطرت أمريكا على عدم الرد الإسرائيلي على إيران هذا شيء ممتاز جدا. أولا سلامة المسلمين كلهم في كلها، لكن إحنا الضغط أريده يوقف القصف على الضاحية الجنوبية. أنا الضاحية الجنوبية تألمنا وتألم كل العالم، ناس بسطاء يا أخي، ناس فقراء. أنا ما شايفه والله، أنت شايفه أستاذ حسين؟ مو اكتظاظ سكاني بيها؟ طيني قراءتك حتى تتوكل، أنت عندك التزام. أنا أتمنى بأنه أمريكا تضبط، لأن هي الوحيدة اللي هسه قادرة أنه تضبط البوصلة في هذا الموضوع، وأتمنى أنه العراق يبقى بعيد عن هذا الصراع السياسي مثل ما الصراع العسكري، لأن إحنا البارحة ترى نعطين 4 شهداء بكركوك، خلي ببالك بواجي صغيتون زين. إحنا أيضا عندنا جبهة داخلية ممكن أن تثار في أي لحظة زين، ممكن خلايا نائمة تنتشر. نعم. إذا شوفونا دخلنا في هذا الصراع. فأني بالنسبة لي قراءتي لا تقول لي حرب كونية وهاي، أكو ضابطة بالعالم، أكو ضابطة بالعالم، وإن شاء الله أهم شيء سلامة الأولاد وسلامة يعني ولدنا اللي بلبنان إن شاء الله. وهذول يعني تعرف أنت وضعهم أساسا هو تعبان. نعم. زين، ونتمنى النصر لله إن شاء الله. الخبير الأمني الأستاذ سرمد البيات يشكرك. أنا أعتذر جدا ترى والله، أدي التزام الأخ أستاذ حسين يعني عن إذنكم. شكرا جزيلا. سلامة. أستاذ حسين عود لحضرتك، شلون نشوف تأثير الجبهات اليوم بالشرق الأوسط على استنزاف الكيان وتأثير هذه الحرب بشكل مستنزف؟ تعرف أنه اليوم الواحد يؤثر الكيان أو يؤثر على الكيان كثيرا. نعم، هو الكيان ذاهب إلى اندفاع نتنياهو، قرارات نتنياهو، والآن التقاطعات حتى على مستوى وزارة الدفاع والحكومة يعني واضحة وظاهرة إلى العلن.
هو أخذ استحقاقه في الضربات في مناطق الاستخبارات قبل استشهاد سماحة السيد، في الرد على استشهاد الشهيد فؤاد شكر، وواضح على الوحدة 8200. نعم. هذه بالنسبة إلى الكيان الإسرائيلي والخسائر التي تكبدتها وأيضا تكتمت عليها على حجمها وحجم الأضرار وحجم أيضا القتلى في هؤلاء والتقدم البري. نعم، الكيان الإسرائيلي بالنسبة إلى الزخم، أنت تتحدث الآن عن أن يقدم الكيان الإسرائيلي 6 فرق على هذه المنطقة الليبية، نقول عليها 100 كيلو، وبالعادة أنه هذه زمها لواء، تعداد لواء والفرقة فيها عادة بالهيكل الإسرائيلي، الفرقة الإسرائيلية 4 ألوية. هاي 6 فرق، 3 منها فرق مدرعة. الفرق المدرعة معناتها في استعدادات للتوغل والدخول البري، بها ناقلات أشخاص محصنة، بها دبابات أيضا محصنة، وأيضا الميركاف وغير الميركاف وتتقدم. المقابل المدافع الآخر هو يختار توقيتات معينة، وهذا المهاجم مرونة المهاجم بالعسكر الزمن، هو يختار التوقيتات، ولكن الآخر المدافع يختار الجغرافيا المناسبة للتموضع والاستهداف، كل واحد بيده ميزة قوة. 2، المهاجم يتقدم بزخم بشري وآلي أكبر 3 إلى 4 مرات من المدافع، هذا يعطي فرصة لإيقاع خسائر في العدو. هذا التقدم في هذه المناطق هو لديه بحسب النوايا الإسرائيلية، هو لديه بحدود 22 إلى 25 كيلو متر لازم يتقدم في داخل الحدود. نعم. اللبناني يعني يوصل إلى فاصلة في منطقة الناقورة. زين. بعد تجاوز هذا يوصل إلى الخط الأزرق الذي هو من واجبات واجبات الجيش اللبناني ومع اليونيفيل الدولي، هاي الأمم المتحدة قاعدة هنا. أستاذ حسين، الضغط السياسي والحرج السياسي بسبب الانتصارات الأخيرة ربما يؤثر كثيرا على هذا الأمر. أسألك عن تأثير هذا الحدث الأخير على مكانة إسرائيل الدولية وعلاقتها أيضا وتوجيهات الولايات المتحدة لها وعلاقتها أيضا مع دول الغرب الداعمة لسياستها. بالنسبة لإسرائيل، هذا الوضع الغربي أو الدول الغربية الولايات المتحدة الأخيرة التي تكيف هذا الوضع وهي تكيف هذه القوة للكيان الإسرائيلي. أنت شايف 42,000 ضحية نساء وأطفال وكذا في غزة، و 1974 في بيروت، في بيروت في الضاحية الجنوبية. وعندما يتحدث الأمريكي يتحدث أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية التي تصدت إلى الصواريخ الإيرانية قتلت فلسطينيا، وهذا تتحمله فلسطينيا واحدا. تلاحظ هاي الرواية، هذا تتحمله إيران، تسوق إلى الإعلام ويجد ربما فد 1-2 تافهين في هذه الأماكن يظل يتشدق بهاي، أو هو أنه عقله يقبل ومنطقه يقبل أنه يغض النظر عن 45,000 ويتحدث عن واحد في رواية مضروبة كذا بصدق كمينة ما تدري بيها كذبة كبيرة اللي واحد. هذا المنطق، هذا المنطق في لمخاطبة هذا العقل، العقل العربي وحتى الرأي العام الغربي، معناته هذا استهتار بالنسبة للولايات المتحدة واستهتار بالنسبة للكيان الإسرائيلي، وأن هؤلاء لا يعيرون وزنا إلى هذه البلدان. الذي يعير وزن إلى هذه المنطقة هم أهل المنطقة وهم أهل القرار في هذه المنطقة، والذين يمتلكون قدرة اتخاذ هذا القرار وتنفيذ هذا القرار تجاه الولايات المتحدة الأمريكية واتجاه الكيان الإسرائيلي. نعم، أمان نتنياهو أن تكون حرب مباشرة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية حتى هو يطلع منها سالم، وتشتبك هذه الدول وتضعف الجمهورية إلى منسوب أدنى، مثل ما هو يخطط أنه ننهي حماس وننهي حزب الله وننهي المقاومة من هذه النهايات، شعارات كذب يسوقها على الداخل الإسرائيلي. والآن انفضح اليوم، أنا أعتقد أنه
مع كل هذه العمليات. يعني احنا اذا نقدم احصائيات، قبل استشهاد السيد رحمه الله عليه كان تطلق في اليوم الواحد مثلا تنفذ 10 12 11، الان تضاعفت، الان اكثر من 27 28 30 عمليه، واذا كانت 50 صاروخ 60 صاروخ، اليوم 200 وكسر، اقل من 200 شويه، واشتباك مباشر مع قوات الاحتلال. هذا العنوان الاكبر بالنسبه للاستنزاف. وعد اخر فقط اضيف لك هاي الجمله المهمه، بعد مجيء السنوار الى بالنسبه الى حماس والتهديد بالمرحله او الموجه الجديده من الاستشهادين، والتي بانت بهذه اليومين الماضيين. هذا العنوان الاستشهادي متوافر في كل جبهات محور المقاومة، متوافر في كل جبهات محور المقاومة، ولا يقتصر وجوده فقط في داخل حماس، بل أن الحزب هو أول من قدم الاستشهادين عند وجود الاحتلال الإسرائيلي في لبنان بال82. أحسنت. الباحث في الشأن السياسي الأستاذ حسين الشلوشي، أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا. مشاهدينا، ختام محور حديث حلقتنا لهذا اليوم بأبرز ما جاء في منصة إكس حول انتصارات المقاومة ضد العمليات البرية. نتابع. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام حصاد الليلة. شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.